لسه مع المحترف، وهنروح دلوقتي لأهم الصحف العالمية اللي اتكلمت أكيد على الجولة الثانية من الشامبيونز ليج. تعالوا مع حضراتكم في الصحف العالمية ونشوف كتبت ايه النهاردة عن المنافسات في الشامبيونز ليج. هنبدأ يمكن حوارنا مع اسبانيا وهنتكلم على ماركا الاسبانية. ركزت الصحيفة، صحيفة ماركا الاسبانية، اكيد على هزيمة برشلونة امام بنفيكا 3-0، ودوت طبعا في دوري المجموعات في بطولة اوروبا، وكتبت خسارة كاملة، يمكن خسارة كبيرة جدا. كمان اتحدثت الصحيفة على عن تعادل إشبيليا أمام فولسبورغ 1-1، وخسارة فياريال في الدقائق الأخيرة أمام مانشستر يونايتد 2-1 في بطولة أوروبا. وكتبت ضربة جزاء، وعن ضربة الجزاء يعني كتبت في الدقيقة 87 تعطي الحياة ده لفريق إشبيليا. كريستيانو رونالدو بيقول يسقط فياريال في الدقيقة 94. اهتمت كمان الصحيفة بلقاءات الأندية الإسبانية في منافسات الدوري الأوروبي، ريال سوسيداد ضد موناكو، وطبعا من طبعا المفاجآت الكبيرة جدا جدا لسه هتتكلم عليها طبعا هي مباراة برشلونة. نروح لميرور سبورت، ركزت الصحيفة على فوز، طبعا دي على الصحف الإنجليزية، ركزت أكيد على الفوز الكبير. هقول الكبير ليه؟ لأن مانشستر يونايتد كان بيعاني في هذه المباراة بشكل كبير جدا جدا أمام فياريال، وطبعا مانشستر يونايتد بيفوز 2-1 يعني بمجهود كبير جدا وهدف رائع للنجم الكبير كريستيانو رونالدو. كتبت الصحيفة صدر كريستيانو رونالدو في الوقت المناسب، تحدثت كمان عن هزيمة تشيلسي أمام اليوفنتوس 1-0 في الشامبيونز ليج، وقالت تشيلسي يضرب من طرف السيدة العجوز. اهتمت كمان بفريق توتنهام اللي بيواجه فريق مورال السلفاني في مسابقة طبعا دوري المؤتمر الأوروبي، وكتبت توتنهام يترك نونو سانتوس طبعا ومصدون نوم هذه الليلة. من انجلترا نروح لفرنسا، على مستوى الصحف الفرنسية طبعا هنشوف جريدة ليكيب الفرنسية اللي ركزت على لقاء أولمبيك مارسيليا وجلاتا سراي في دوري المجموعات بالدوري الأوروبي، وكتبت التعصب الأوروبي. التعصب الأوروبي ده كان العنوان هذه الجريدة، اللي اهتمت كمان بنتائج لقاءات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وفوز بنفيكا على برشلونة 3-0، وفوز المان يونايتد على فياريال 2-1، وكتبت برشلونة في ضياع وكريستيانو رونالدو المنقذ. اهتمت كمان بخسارة ليل أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي 2-1، وطبعا ده على مستوى الصحافة الفرنسية. على مستوى الصحافة الإيطالية كوريريا ديلي سبورت، ركزت الصحيفة على فوز، أكيد فوز مهم جدا جدا لأليجري المدير الفني لليوفنتوس، وفوز 1-0 على تشيلسي في دوري المجموعات ببطولة أوروبا، وكتبت أليجري اجتياح من أليجري لعنوان الصحيفة الكبيرة في إيطاليا. واهتمت هذه الصحيفة كمان بنابولي ولاتسيو في لقاءات الدوري الأوروبي، وكتبت يعني تهمة إنسيني قوية جدا. صحيفة كمان اهتمت بمشاركة ميسي، زي ما بقول لحضراتكم كل الناس بتتكلم على ميسي في حائط باريس سان جيرمان لصد الضربات الثابتة، وكان زي ما قلت لحضراتكم رقد خلف الحائط التمساح، يعني وصفته بالتمساح النائم خلف الحائط، كتبت يعني يفعلها ميسي. زي ما بقول لحضراتكم أصداء كبيرة جدا جدا على الصحف العالمية في هذه اللقطة المثيرة من ميسي في لقاء باريس سان جيرمان والمان يونايتد. زي ما بقول لحضراتكم النهارده ان شاء الله عندنا حلقه مميزه جدا جدا هنا في المحتوى.